عرفنا ايه الاستاجنيشن وايه الستاتيك وايه الكريتيكال، وعرفنا بنجيب ازاي الحاجات او الريليشن ما بينهم اللي هو الايزنتروبيك ريليشن، والمفروض الحاجات دي تكونوا انتوا اوريدي بقى خلاص حفظتوها وعرفتوها، عشان ده اللي هيبقى الاساس على طول هنشتغل عليه. المره دي المره اللي فاتت كمان اتكلمنا على جزء بتاع الكونفرجن بس، ايه اللي بيحصل فيه ونتيجه الباك بريشر شكل الفلو هيبقى ازاي. النهارده بقى هناخد حاجه اسمها السي دي نوزل او الكونفرجن دايفرجنت نوزل. واتكلمنا المره اللي فاتت على الماخ نمبر وعرفنا ان هو بيحدد لي شكل الايه الفلو بتاعي، يعني لما يبقى سابسونيك او سوبر سونيك شكل النوزل هيبقى ازاي او شكل الديفيوزر هيبقى ازاي لو سابسونيك او سوبر سونيك. اتكلمنا الكلام ده كله السكشن اللي فات. النهارده بس هنركز على جزء صغير جدا اللي هو ايه الكونفرجن دايفرجنت نوزل. ليه بقى؟ انا دلوقتي بعد الكونفرجن ممكن يحصل ايه زياده السرعه هتخلي ايه لما السرعه بتزيد البريشر هيقل، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تشوكينج. لما يحصل لما يوصل لامتى يحصل تشوكينج؟ لما يحصل فيه ان الماخ وصل للسونيك. وانس ان الماخ وصل للسونيك عند اقل اريا بيحصل فيها الايه؟ اقصى حاجه التشوكينج او اقصى حاجه ام دوت هتوصل فيها. الماس فلوريت مش هيزيد عندك، الماس فلوريت مش هيزيد عن الحد بتاع الماكسيمم في الايه؟ في الاريا الاصغر اريا في الايه؟ في الضغط بتاعي. في شكل الضغط بتاعي اللي النهارده المفروض هندرسه اللي هو السي دي نوزل، او احنا عاملينه ده علشان يسرع لي بنعمل ايه؟ بنزود سرعه السوبر سونيك بتاعي بيزيد، فبالتالي ده بيساعد لي ايه؟ في الاير كرافت او في الابلكيشنز معينه بتساعدني في الفورس بتاعي الثرست فورس انها بالظبط كده هتساعدني ايكونوميكلي ايا كان. فشكل السي دي نوزل بيحقق بيساعدني في الجزء بتاعي ان انا بزود السرعه فبوصل للايه؟ للي انا عايزاه اسرع، تمام كده؟ طيب بس بيحصل فيه طبعا شويه حاجات بناء على الباك بريشر، الكلام ده هنتكلم عليه ان شاء الله السكشن الجاي عشان نعرف نحدد شكل الفلو في السي دي نوزل بيبقى شكله ازاي بناء على الفالف اللي بتحكم فيه او الباك بريشر. طيب هنا بس هنعمل ايه؟ انا عندي زي ما انتم شايفين الاريا بتاعي سب سونيك وهنا الخروج بتاعي سوبر سونيك، يبقى بالتالي في الشكل السي دي نوزل ده حصل في المينيموم اريا في الجزء الاقل حاجه عندي حصل تشوكينج، وحصل ان السونيك بتاعي او الفلوستي بتاعي وصل من السونيك سبيد الماخ بواحد. فين بقى؟ من الشكل اللي انا عندي ده في الفرونت اريا او اقل اريا عندي هو اللي هيحصل فيها السونيك سبيد، الماخ هتبقى بتساوي واحد في الجزء الايه؟ الصغير ده، فهيحصل تشوكينج، يعني معنى كده ان الام دوت وصل لاقصى حاجه عندي اللي هو ايه؟ الكريتيكال بتاعي، يعني لما اجي احسب الام دوت بتاعي الماكسيمم هجيبها عند ايه؟ عند الكريتيكال بروبرتي. ايه هي الكريتيكال؟ اللي هي السونيك اللي هي وصلت للسونيك خلاص. فبالتالي لما اقول الام دوت عباره عن الرو في الاريا في الفلوستي انهي بروبرتيز عند الكريتيكال؟ بنجيبهم منين؟ نفس الريليشنز بتاعت الايزنتروبيك ريليشنز بس عن طريق ان الماخ بيساوي واحد او ليها ريليشنز معينه انتوا بتحفظوها على طول دايركت عشان اقدر اجيب البريشر، اقدر اجيب التمبريتشر، اقدر اجيب الفلوستي ساعتها لان الفلوستي بيساوي الماخ روت جاما ار تي انهي تي؟ التي ستار، وهنا عشان البي ستار يبقى الماخ بكام؟ بواحد، تمام؟ جبت الام دوت بتاعي. يبقى في اي مكان تاني الام دوت خلاص وصل لايه؟ لاقصى حاجه. وعايزين الام دوت في هنا ام دوت هنا ام دوت هنا انا عارفه ان هو حصل له تشنج فبالتالي ده الماكسيمم بتاعي مش هيحصل اكتر من كده مش هيزيد اكتر من كده، تمام كده؟ طيب انا عندي باستخدام الكونتينيوتي والمومنتوم والحاجات دي كلها وصلنا للايكويشن دي اللي عليكم حفظ. عايزين تقروا بس الاستنتاج بتاعها اقروا، لكن مش مطالبين ان انتوا الا لو الدكتور المفروض جدا بس يعني المفروض ان في داتا شيت الكلام ده بس برضه اتاكدوا من الدكتور بس ماشي علشان تمام. بس انا نصيحتي ليكم برضه ما تعتمدوش على التشيت بس، يعني ان انتوا تحلوا كتير ومن كتر ما انتوا بتحلوا كتير الحاجات دي بتنطبع في دماغكم اكتر، يعني فالموضوع بيبقى اسهل شويه عشان لو الدكتور مثلا نسي الداتا شيت او حاجه حصلت مش نسي يعني المفروض ان هو بيجيبها، بس يعني في سنين معينه بيخليكم تعتمدوا عليهم تقولوا ان انتوا تستنتجوا حاجه تعملوا حاجه، فاهمين؟ المهم يعني ان انتوا تحلوا بايديكم ده الخلاصه ماشي كده؟ دي ظاهره مشاكل ولا ظاهره كويسه؟ لا لا ده اقصى حاجه توصل ليها، انا خلاص مهما نزود عارف زي الفروتلينج كده انا ببقى عارفه ايه حدودي من خلال ان انا ايه مهما زودت مهما عملت لا وصل ليها، فانا بتفاداها بحاجات ثانيه يعني مش هتسبب لي مشكله، بل بالعكس انا ببقى عارفه وبمشي على حسب هذا الاسلوب. لا لا هو مش انا عايزه اوصل ليها، هو
طبعا انا عايزه ازود السرعه علشان خاطر انا اوصل للاي كراس بتاعي اعلى حاجه. فانا وانا بوصل بيها بعمل سوبر سونيك ده هيوصل لي ان المخ لما بيبقى واحد فيتشر. فدي ظاهره طبيعيه يعني دي ممكن معاها فانا عارفه وهقدر اتواضع بيها. بس عشان تصرف في فلوس ثانيه في البريشر او في فيول او في حاجه. انا لو انا عملت الديزاين بتاعي ضغط عادي من غير السي دي نص بتاعي ده انا هعمل ايه؟ انا كده بصرف فلوس كتير جدا والسرعه هفضل ازود مهما ازود مش هتبقى السرعه سريعه زي ما انا اجيبها بالشكل السي دي نوزل ده. فاهم قصدي ايه؟ فده يعني بيخدم الحاجه في نفس الوقت. انا عارفه الظاهره دي هتبقى معايا. لا البي ماكس احنا اتفقنا المره اللي فاتت كانت الروت 2 سي بي تي نوت ده الحاجه التخيليه لكن البي ستار ده لما عند الماخ بواحد ماشي كده؟ تمام. طب روت 2 سي بي تي نوت الكلام ده احنا حليناه مره ثانيه. البي ماكسيمم ده حاجه كانها تخيليه عايز اعرف ايه اقصى سرعه للفلويد دي في اي في الحاله بتاعت التي نوت دي بس في الاستجنيشن دي اعرف ان البلوس بتاعها بتساوي كذا. لكن البي ستار ده في الكريتيكال ان هو ماشي مفيش اي لا في بقى فورس ممكن اعمل لها حاجه ثانيه تساعدني اكتر او كده. يعني البي ماكسيمم دي تعرف مبني ان مفيش اي اكسترنال ديفايسز مش هتعرف بالظبط كده. معلش انا دخلت البي كده وصلنا للايكويشن دي اللي اوريدي هتبقى ايه بالنسبه لكم يا اما جبن يا اما المهم انها تبقى معروفه بالنسبه لكم ريليشن ما بين اريا اي اريا في الضغط بتاعي ده وما بين الاريا ستار. الاريا ستار اللي هي فين في المينيمم اللي هي الفلويد تمام كده. فانكشن في الجاما النوع الفلويد بتاعي هيختلف معايا وفانكشن في المخ. بس واضح ان الايكويشن بتاعتي دي هتطلع لي حلين للمخ يا اما مخ اقل من واحد يا اما مخ اكبر من الواحد. مخ اقل من واحد اللي هو سب سونيك مخ اكبر من واحد اللي هي سوبر سونيك. طيب لو احنا طبقنا الكلام ده هنا شكل الضغط بتاعي هنا لو الماخ اقل من الواحد يعني ما وصلش لايه للسونيك يبقى الاريا بتاعتي هتبقى هنا. انا بجيب ريشيو ما بين الاريا بتاعتي دي على ما بينها وما بين الايه لقيت ان الماخ بتاعها السب سونيك فبالتالي هي في الجزئيه دي لان لسه ما وصلش الماخ للسونيك. لكن لو سوبر سونيك او الماخ يعني اكبر من الايه من الواحد فسوبر سونيك فبالتالي ايه هتبقى في الترم الثاني بعد ما حصل التشوكينج او بعد ما حصل السونيك سبيد وصل في الايه في المينيمم اريا عندي تمام. ودي الرسمه المقابله ليها. ساعات بتيجي كده شويه حاجات نظري الرسومات وتقولوا لي علاقه ما بين الايه والاي ستار والماخ والرسمه والحاجات دي فانت بتبصوا عليها. معايا انا معايا الاريا ولا معايا الايه على حسب يا ده يا ده الايه معلش معلش معايا الايه ولا معايا الاي ستار. لا انا في الغالب بيبقى معايا اي ستار. انا فاكرك بتقول انا معايا الماخ ولا معايا الايه يعني الثروتلينج اريا دي هي الاي ستار. ايوه هي دي المينيمم. ليه لا هي دي المينيمم عندي ان الاي ستار ده بتحصل امتى لما المخ بواحد. وقلنا اللي بيحصل المخ واحد لما يحصل السونيك امتى لما بيحصل التشوكينج. التشوكينج بيحصل امتى لما اقل اريا في الضغط بتاعي فالاريا الضغط الاقل اريا. طب هو شرط زي ما في اي مساله يكون الاريا فلوت هي الاريا تشوكينج يعني 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 لازم تعمل في سبوت يعني لازم اوصل الفلويد للتشوكينج فيه. لا مش شرط يعني ممكن يكون في مينيمم اريا بس مش هي الشكل كده لكن بالظبط ممكن تكون حاجه تخيليه حتى في السوبر سونيك ده وحصل نورمال تشوكينج هنا هنلاقي ان الاريا ستار اتغيرت بس بس تخيليه. فانتوا ما تستعجلوش واحده واحده الكلمه بتاعت النورمال تشوكينج هيغير لك حاجات كتير. لكن لحد هنا مفيش اي حاجه. انا عندي اقل اريا بتاعتي هي اسمها ايه الاي ستار اللي حصل فيها السونيك. انتوا تقولوا الاي ستار اللي حصل فيها السونيك يعني علشان هنا بالشكل ده على بلاستي واقل بريشر يعني اه بالظبط. ما بيحصل هنا ايه ان في تغير في الـ في الـ في الشيب في الجيومتري. فنتيجه التغير في الشيب بتاعي ده غير لي شكل الايه مع البريشر سوري مع البلاستي وهي زايده هيغير لي شكل البريشر فبالتالي الاريا بتاعتي هتزيد. فاهم قصدي؟ فما تلخبطوش نفسكم. اقل اريا هي الثروت اريا الحته الثروت دي هي المينيمم اريا هيحصل فيها السونيك ايه؟ هو احنا كنا في الترم الاول في المعمل كان في حاجه اسمها فينا كونتراكت تقريبا ان هو لما بيمشي ما بيبقاش البريشر عند الثروت بيبقى مرحل شويه يعني هو بتبقى النقطه اللي عندها بس على حسب ايه؟ البريشر اللي جاي بيه صح؟ هو اللي بيتحكم بيه صح ولا غلط؟ صح. هو انا مش متذكره قوي الجزء بتاع المعمل ده فمش لو تفكرني بيه اكتر تمام بس هو اكيد في حاجه بتتحكم فيها صح ولا غلط؟ هو مثلا لما كان بيجي يتكلم مثلا على الزنشوري او بيتكلم على حاجه مثلا او الاوريفس كان بيجي يقول عند السن بتاع الاوريفس ما بيحصلش عنده ما بيحصلش عنده الماكسيمم يعني المينيمم بيبقى مرحل شويه بعده شويه وقال اسمها فينا كونتراكتر.
عنديش خلفيه عليها بصراحه، مش ما اقولكش حاجه بالغلط، ما عنديش خلفيه عليها. طيب نكمل. انا هنا من الايكويشن بتاعت الاريا دي وصلت لحالتين، في سابسونيك وسوبر سونيك، تمام كده؟ مش ما ينفعش يخش سابسونيك ويطلع هو سابسونيك. اه يطلع سابسونيك ازاي؟ ان هو مش هيوصل لغايه السونيك، خلاص هيطلع يبقى لغايه هنا وبس، مش هيكمل يعني. اي الشكل ده تخيل قصدي ان ما يحصلش ان الماث، انا بتكلم على الشكل الرسمي ده، لكن ممكن يطلع سابسونيك بالخروج هنا، يعني بدل ده سوبر سونيك بس هنا ما وصلش للسونيك، يعني هنا ما حصلش تشوكينج، يعني في ام دوت للدخول وفي ام دوت للخروج، ما فيش ماكسيمم عندي هنا. فاهم قصدي ايه؟ ان ما حصلش تشوكينج، ما حصلش ان عند الثروت الماث بواحد، لا ده الدخول سابسونيك وفضل سابسونيك. يعني زي مثلا الماث ب 0.1 طلع برضه ب 0.3 مثلا ب 0.5، المهم ان اقل من واحد. المهم ان ده كده ايه، ما حصلش سونيك، ما حصلش تشوكينج، فعادي خالص الخروج، هناخد الماث بتاعه واجيب بريشر ايزنتروبيك اللي عادي خالص. بس ما حصلش ايه؟ ممكن اقول ان الفرق بين السونيك والسوبر سونيك، ما هو انا لو انا بقيس الماث او انا قدرت احسب الماث هنا وطلع اكبر من الواحد ده سوبر سونيك. لا قصدي انا اللي بعمل كده، يعني مثلا انا اللي بتحكم في الكونديشن اللي داخل، يعني هو معتمد على اللي داخل، مش معتمد على ان هو دايما ام بواحد عند السوبر. لا لا مش شرط، هو ممكن الفلو اللي انا البروبرتيز اللي انا مدخلاه فيها وخاصه بقى بالجزء بتاع الباد بريشر اللي انا هعمله هنا هيخليني الفلو بتاعي طالع سب سونيك. افضل بقى اخلي الباد بريشر بتاعي ده يقل يقل لحد ما اوصل للسوبر سونيك. فاهم قصدي؟ يعني في كذا حاجه بتتحكم، يا اما لو انا مثبته الانلت كونديشن يبقى لازم اغير في الباد بريشر، وده الاعتماد الاكبر، الباد بريشر بيغير لي شكل الفلو، وده اللي ان شاء الله هنشوفه باذن الله السكشن ده. المهم ان انا عندي الترم ده هو ده اللي احنا هنشتغل عليه، هطلع منه حلين، ماث سب سونيك وماث سوبر سونيك، تمام كده؟ والحال يعني الريليشنز ما بينهم كلها ايه؟ ايزنتروبيكلي، ما فيهاش اي مشكله. طيب الايزنتروبيك عشان نفتكر مع بعض كده، الايزنتروبيك بروسيس البي نوت بيساوي البي نوت، تمام، لكن الادياباتيك هي اللي كانت ايه؟ البي نوت ما بيساويش، تمام، لكن التي نوت بتساوي تي نوت، تي نوت كونستنت يعني في الكيسز بتاعت الايه؟ الايزنتروبيك. طب تعالوا نحل بقى مساله رقم 2 في الشيت الاولاني، ده هواء ايديال جاز اهو برضه ايزنتروبيكلي ماشي في سي دي نازل. الاريا الاولانيه او الاريا اللي داخل بيها بقيمتها دي بالشكل ده، ادي اريا واحد وادي الكروس اريا، مديني البي واحد ومديني البي واحد والتي واحد عند الدخول، ماشي كده؟ عايزه ايه؟ الحاجات دي كلها ستاتيك، عايزه اجيب ايه؟ استجنيشن تمبريتشر والماث بتاعها والبي نوت او البريشر استجنيشن بريشر، وعايز الاي ستار وعايز الام دوت، ومديني بعد كده قلت الاثنين الخروج بتاعها بكذا، وعايز الماث 2 والبي 2 الستاتيك بريشر لو الخروج سب سونيك او الخروج سوبر سونيك، ده او ده، واحده 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 واحده، سبت من الجزء الاولاني لعند ده. مش المفروض الماث اصلا انا لما حسيت ان هو الفلوس سب سونيك او سوبر سونيك، انا بحسب، مش انا بقول لك في الجزئيه دي انا بطلع حاجتين من ده، يا اما ماث سب سونيك يا اما ماث سب سونيك سوبر سونيك، بطلع الاثنين واشوف انا فين واحدد. انا لو انا عايزه الاريا دي، طب انا عارفه ان هي حصل شكل، لا ده انا هاخد الماث السوبر سونيك. انت قصدي ايه؟ يعني على حسب انا، هو لو طلع سوبر سونيك يبقى اكيد حصل شوكينج سوبر، اه لو سوبر اكيد حصل الشوكينج او حصل سونيك عند الاسترون الماث واحد، لكن لو سب سونيك يبقى ما وصلش للسونيك لسه، تمام؟ طب ناخد الجزء الاولاني ده السهل بتاع الشيت اللي فات، سوري السكشن اللي فات، عايزه التي نوت من البي واحد والتي واحد، اجيبهم منين؟ بالظبط سي بي تي نوت بتساوي سي بي تي واحد بلس بي واحد سكوير على الاثنين، طبعا مفكرها عشان ده ايديال كيس، لكن لو كان ستيم اي حاجه ثانيه هقول اتش نوت بتساوي اتش واحد بلس بي واحد سكوير على الاثنين. ايه اللي عندي وايه اللي مش معاه؟ سي بي بقى انا ده ايه؟ صح كده؟ ده ايه؟ مش انا حسبت ان سي بي جاما ار على جاما ناقص 1 هيطلع لي 104.5 والله احنا هي دي كلها رينج بسيط، انت بتتكلم في ايه؟ 100 يعني 3.545 يعني حاجه بسيطه مقارنه بال100 ال1000 قصدي، يعني فاهم قصدي ايه؟ المفروض بقى بسيطه على دي واحد بيساوي 1 زائد جاما ناقص 1 ثانيه واحده عشان ابقى مركزه معاك، تي نوت على تي واحد بيساوي جاما
هنا لازم يبقى فيه ما يا اما اقل من واحد يا اما اكتر من واحد. ماشي لو هتلاقيها محو واحد هيديك ايه؟ هيديك اريا على اريا اكتر من واحد. الترمه دي كلها بواحد زي هنا لو حطيت المحو واحد هيديني الريشيو ما بينهم واحد. فاهم؟ البي على ار تي واحد واحد الايه؟ ده ايه صح كده؟ هيبقى 287 لو بوينت يبقى ده كيلو. المهم الاثنين دول يبقوا نفس نفس اليوم. لو ده كيلو باسكال يبقى ده كيلو يبقى او بوينت 28 لكن ده دايما بالجول فعشان كده هنبقى هنا بالباسكال. وهنا لو ما كانش اير هيبقى 8314 على النيوكلير ويت. والوردو لو هنا كان كيلو يبقى 8.314 على حسب. ماشي؟ ناخد المسألة اللي بعدها. بالظبط هتلاقي نفس الفكره فيها مشكله.
طيب انا رايح شايف الحاله دي الام 1 الام 2 هي هي المستوى. لا 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 بالراحه المال دي حاجه ثانيه. لا لا الام دوت انا سامعه ماشي معلش. ايوه الام دوت بالنسبه لي عشان هي ماكسيمم فهي كونستانت بالنسبه لي اللي داخل بتساوي اللي خارج وحصل لها شورت يبقى ده اقصى حاجه عندها يبقى هي فعلا اللي هي بتساويها بقى. فانا ما لحقتش معلش ايه اصور لكم الكويس فاكتبه.